ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن انواع كلاب الصيد، وهي ثلاث انواع: كلاب الصيد اللي بتستخدم حاسة الشم، وكلاب الصيد اللي بتستخدم حاسة البصر، وكلاب الصيد اللي بتدي على القوارض والثعالب والخنازير او الحيوانات الغير مرغوب فيها عموما. اولا هنتكلم عن كلاب الصيد اللي بتستخدم حاسة الشم او السنت هاوند. بتكون حاسة الشم عندها اقوى من باقي انواع الكلاب، بتكون حركتها بطيئة نسبيا لانها بتعتمد على التتبع، وفي الغالب مش بيكون عندهم شراسة، ولكن وظيفتهم الاساسية انهم يتتبعوا الهدف لصاحبهم ويدلوه على مكانه، وينبحوا بصوت عالي جدا اثناء محاطة الفريسة دون مهاجمتها. وافضل امثلة عن النوع ده هي: رقم 1 البلاد هاوند، بيمتاز بافضل حاسة شم في جميع انواع الكلاب، وبيتم استخدامه في الاعمال البوليسية بجانب الصيد للكشف عن الاسلحة والمخدرات. رقم 2 الباسيت هاوند، تاني اقوى حاسة شم في جميع انواع الكلاب، بيتم استخدامه في صيد الارانب، ومميزاته ان سلوكه غير شرس بيخليه ينفع ان يبقى كلب حراسة ممتاز. رقم 3 البلو تيك كون هاوند، كلب صيد امريكي بيحب الصيد في جماعات، وبيتميز بطاقته العالية ونباحه العالي، بيتم استخدامه للصيد او الحراسة. ثانيا هنتكلم عن كلاب الصيد بالنظر او السايت هاوند، ودي بتكون شرسة شوية نسبيا وبتجري ورا الفريسة، واما بتعضها وتمسك فيها لحد ما صاحبها يجيلها، او لو صاحبها اصطادها بندقية بتروح تجيب الفريسة وترجعها لصاحبها. وافضل امثلة عن النوع ده هو: رقم 1 كلب البوينتر الالماني، من افضل انواع كلاب الصيد، طاقته عالية جدا وذكي جدا ومطيع، ويقدر يصطاد في البر والبحر زي البط او الطيور عامة. رقم 2 كلب الصيد الفرعوني، من اقدم انواع كلاب الصيد، تم استخدامه من ايام قدماء المصريين لصيد الارانب والغزلان، بيتميز بسرعته وجسمه العضلي المتناسق. رقم 3 كلب الجراي هاوند، وهو اسرع انواع الكلاب، وبيستخدم في صيد الارانب والغزلان، ولكن بالرغم من كده بيعتبر كلب اسرة ممتاز كمان. ثالثا انواع كلاب الصيد اللي بتدي على القوارض او الحيوانات غير المرغوب فيها، والانواع دي غرضها الاساسي انها تلاقي الحيوانات المؤذية للمحاصيل او الماشية او لاصحابها وتقضي عليها. امثلة على انواع دي: رقم 1 الداتسن، وهو كلب الماني، هو كلب صيد فئران او عرس، وتم استخدامه للقضاء على القوارض لانها كانت بتدور المحاصيل. كلب شجاع جدا وينفع يبقى كلب تنبيه او حراسة، ده غير ان ولاءه شديد جدا لصاحبه. رقم 2 كلب الدوجو الارجنتينو، بالرغم انه مش مصنف ككلب صيد، ولكنه هو هجين من فصائل كلاب صيد وكلاب حراسة، وكان الغرض الاساسي منه هو القضاء على الخنازير البرية والثعالب في امريكا الجنوبية اللي كانت وما زالت بتسبب اضرار المحاصيل بتاعتهم وبتهاجم اطفالهم وحيواناتهم. فالدوجو الارجنتينو حل المشكلة دي، كلب شرس جدا وشجاع ما بيخافش من حاجة، بيصطاد لوحده او جماعات. رقم 3 الباسنجي الجنوب افريقي، بيتميز بانه لا ينبح ولكن صوته بيشبه الذئاب، كلب سريع وعضلي جدا، وبيتم استخدامه في القضاء على الحيوانات الغير مرغوب فيها زي القوارض والثعالب. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن كل نوع تقدر تتفرج على فيديو خاص من نوع على القناة. سلام.